تفاصيل هامة حول مقتل مسؤول حكومي بارز وزوجته برصاص نجلهم في صنعاء، فلنتابع التفاصيل. قتل مسؤول حكومي وزوجته برصاص نجلهم في العاصمة صنعاء، وجاء في تفاصيل القضية والتي نشرها الصحفي بشير سنان حول قيام نجل الأسرة عمار عبد العزيز زهرة بارتكاب الجريمة بحق والده وزوجة أبيه وأحد إخوانه. تفاصيل المأساة: توفيت زوجة الأستاذ عبد العزيز زهرة قبل سنتين، وإثر ذلك تأزمت حالة نجله عمار، وكان يلزم الصمت معظم الأوقات وفقا لكثير من أصدقائه. بعد عام ونصف قرر والده عبد العزيز زهرة الزواج من امرأة أخرى، جن معها جنون عمار، وطالب والده مرارا بطلاقها وإخراجها من البيت. ظل الولد يؤكد على مطالبه لوالده مؤكدا أنها لن تشاركهم الورث بأي حال من الأحوال، إلى أن وصل الحال به إلى تصفية والده وزوجته وأخوه. كما اشتكى الأستاذ عبد العزيز مرارا من ولده لأصدقائه المقربين، والرواية وصلتني من أحدهم وأنقلها لكم هنا حتى لا يتم تأويل الحادثة كلا وفق هواه، في انتظار تأكيد الأجهزة الأمنية.